السلام عليكم هنبدا حالا خلال دقيقتين آه بس استاذنكم بس لما نكون فاتحين الكاميرا ننتبه لانه في ناس بتفتح الكاميرا وبتنسى يعني حد فتح الكاميرا وبياكل ولا بي... ما اعرفش بيعمل ايه فبليز بي كيرفل والا أقفلوا الكاميرا افضل يعني السلام عليكم. سعدني ان نلتقي تاني النهارده ونبدا الجزء الثاني من الدوره بتاعتنا معايير الجوده في الرعايه الصحيه. هعمل بس زي ما انتم عارفين بنعمل تسجيل للكورس بحيث انه الناس اللي مش هتقدر تحضر الكورس كله او الانترنت فصل لاي سبب تقدروا تسمعوا ريكوردينج اوكي بعمل تشيك مع كريم انه ريكوردينج تمام اوكي صوت واضح أو والصوره وكل حاجه تمام ارجو ايضا ما ما حدش يعمل اعلانات ولا حاجه في الشات ومش داعي مفيش داعي تدخلوا الايميل يا جماعه ما حدش يكتب الايميل بتاعه دلوقتي لانه اوريدي طالما دخلته الايميل متسجل فمفيش داعي تكتبوا الايميل مفيش مفيش داعي تحطوا اي بيانات في الشات اوكي ولو في اي حاجه محتاجينها الايميل متسجل اوريدي فاحنا نقدر نتواصل معاكم مرحباً دكتور شريف مرحبا دكتور كريمان مرحب بيكم جميعا استاذ علاء هادي المهندس علاء عبد الهادي وكل الزملاء اللي انضموا لينا والنهارده هتكلم عن هكمل يعني ايه هي اسس الرعايه الصحيه وازاي نعمل دمج للجوده في منظومه الرعايه الصحيه وهستند في الكلام بتاعي على التقرير اللي اشرت لي امبارح اللي عملاه منظمه الصحه العالميه بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية طبعا جزء مهم النهاردة هتتكلم عنه دكتورة شيرين نصر الدين وهي موجودة معانا عن الجوينت كوميشن أنا بحاول طبعا زي ما قلت أنه أدي صورة كاملة وأوضح إيه هي المتطلبات بتاعة الجودة بصفة عامة والأهم من كده إيه هي فلسفة الجودة لأنه المعايير إحنا عارفينها يعني عارفين في التمريض في إيه عارفين في الأجهزة الطبية إيه هي المواصفات المطلوبة في الصيدليات ايه هي المواصفات المطلوبه؟ فصعب انه نقعد نتكلم عنهم كلهم لان كل واحد بيكون مهتم بالاريا بتاعته او بالتخصص بتاعه. علشان كده احنا بنحاول ندي الصورة شامله ونركز جدا على حته الثقافه المؤسسيه بتاعه الجوده. وبعد كده طبعا بيبقى في يعني اللي عايز يستزيد بقى يعني في دورات تخصصيه في مختلف المجالات الخاصة بالرعاية الصحية قبل ما أبدأ كمان بشكر دكتورة مروة ودكتورة كريمان معانا كو هوست وكريم جراد برضو وكل الناس التيم اللي بيساعدني في إدارة هذه الدورة هنتكلم النهاردة بصفة عامة على عوامل النجاح معوقات التطبيق وبعد كده زي ما قلت هندخل في الجوينت كوميشن دكتورة شيرين وبعدين مهندس علاء هيتكلم عن الذكاء الزك الصناعي في رفع الجوده و واستخدام البيانات وبعدين هتكلم في عجاله ولكن بتركيز والخلاصه فيما يخص المسار الوظيفي وازاي نطور نفسنا. الجزئيه دي اتكلمت عليها بس ب بفكركم تاني ان الجوده في الرعايه الصحيه هي عباره عن منظومه او اله لها او فيها ثلاث تروس التروس دي لابد ان هم يشتغلوا مع بعض في تناغم ولو في اي ترس فيهم في خلل الترسين التانيين هيقفوا مباشره اهم ترس في القصه دي كلها هو البشر المنظومه بتاعه الناس البشر اللي بيشتغلوا وليس كلام انشائي وليس كلام مستهلك او زي ما بيقولوا الاجانب يعني الليب سيرفيس لما نقول نستثمر في الموارد البشريه يعني ايه نستثمر بنعمل ايه فاتكلمت على اهميه الادوكيشن على اهميه التوعيه حضور حاجات زي اللي بنتكلم فيها النهارده دي بتساهم ان الواحد يشوف البيج بيكتشر او الصوره الشامله وطبعا التدريب المستمر والتحسين المستمر نتكلم ايضا على التقدير الجهود وعلى الاحترام ابسط ابسط حاجه يعني الريسبكت بنتكلم على تمكين الستاف سواء كلينيكال ولا الادمنستريتف ستاف ان هم ياخدوا القرارات اللي في 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 اطار شغلهم فدي يا جماعه كلها حاجات مهمه مهم احنا نقول الكلام ده ونفكر بعض بيه علشان يبقى كل واحد عارف دوره ايه وعارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه ولما يشوف حاجه مش في مكانها على الاقل يبقى عارف ان في حاجه غلط هنا واذا جات له الفرصه انه يعمل ريبورتنج على الخطا اللي بيحصل وكل ابن ادم خطاء ده ده في الحقيقه يعني مقوله ولا حديث عندنا ولا في التراث بتاعنا ولكن ايضا هو عنوان التقرير اللي اشرت ليه امبارح ودكتوره شيرين فكرتني اشير اليه اللي هو تو err is human وترجمته بالبساطة شديده كل ابن ادم خطاء انت بتخطا لان انت بشر اوكي فمش مشكله ان احنا نخطا مش عيب لكن مهم ان احنا نفهم ايه الاخطاء دي وازاي نتلافاها او نقللها ونتعلم منها مش نداريها و... ويبقى فيه ثقافه الخوف واللوم الترس الثاني في المشين او في المنظومه دي هو وجود نظام وعمليات في تطبيق الحوكمه ويبقى من حق المريض انه يأخذ راي تاني ومن حق المريض انه يفهم ومن حقه انه يأخذ معلومات وافيه وواضحه من الدكتور اللي بيعالجه وهكذا. امكانيات وبنيه تحتيه طبعا ترس اساسي جدا وجود البيزكس او المتطلبات الاساسيه سواء مستلزمات طبية سواء سرير سواء أكسجين سواء يعني الحاجات المستلزمات الأساسية تكون في بيئة محترمة وبيئة طليق بالبشر هل الخدمات الصحية فعالة النهاردة؟ الإجابة إلى حد ما مش بس في دولنا العربية ولكن زي ما شفنا مبارح على مستوى العالم كله الموضوع شائك والموضوع ذو شجون يعني مش سهل وفي مشاكل كتير في جوده الرعايه الصحيه. المعايير الدوليه والجهات الرقابه زي ما اتكلمنا امبارح على جهار او زي ما الزملاء من السعوديه اتكلموا على سباهي او ايا كان المعايير المستخدمه مش هتكون فعاله بدون ما يكون في بنيه تحتيه، بدون ما يكون في ثقافه ووعي والتزام من الاداره العليا، احنا ممكن نعمل حاجات بس عشان يعني تو تيك ذا بوكسز اوكي اوكي عملنا دي عملنا دي ولكن مش هيبقى فيه فعاليه ومش هينعكس على المستفيد بالخدمه النهائي وهو المريض. فلما بتكون الرعايه غير فعاله ومعناها انه مقدموا الخدمه مش ملتزمين بالارشادات مش ملتزمين بالمبادئ حاجات زي اللي اتكلمنا عليها امبارح الانترناشونال بيشنت سيفتي جولز والامور اللي زي كده. موضوع السجلات الطبية سهل جدا نفحص السجلات الطبية ونعمل مرضى نعمل لقاءات مع المرضى أو طريقة إن إحنا يعني ناخد الفيدباك بتاعتهم، المريض لما يخلص وتعمل له بسيطة جدا ممكن نسأله تلات أربع أسئلة بسهولة عن مستوى الخدمة هو شايفها إزاي. فممكن قياس الأمور دي ده طبعا للناس اللي عايزة تحسن، لكن إذا مش عايزة أحسن أو مش عايزة أطور لا حد هيهتم بقياس خدمة ولا هيهتم بالمريض ولا هيتعامل معاه المعاملة اللائقة. انا يعني يمكن زي ما قلت ايوه تخصصي في الجوده مش في مش في الرعايه الصحيه لكن تطبيقات الجوده في الرعايه الصحيه ده جزء من اهتماماتي وبهتم كمان انه انا اتعلم الناس بتشوف الجوده ازاي فانا خدت لكم كوت من التقرير هنا بافانا ميسيبي ده مدير التنفيذي للكومبلاينس اوفيس في جنوب افريقيا بتاع المعايير الصحيه فهو شايف ايه تعريفه للجوده الحقيقه دي سلسله ظريفه جدا عملها منظمه الصحه العالميه اسمها ماي كواليتي، يعني لو عملت سيرش على الدبليو اتش وقلت ماي كواليتي هتلاقي الناس كل واحد بيشوف الجوده من منظور ايه، فهذا الراجل وهو سينيور يعني بوزيشن بتاعه مهم بيشوف الجوده ازاي، فبيقول في بلدنا على وجه الخصوص وبلدان اخرى في افريقيا التمريض هو المحرك للرعايه الصحيه الاوليه. فبيعتبر التمريض مهم جدا وبالذات في البيزك ميديكال هيلث او الرعايه الصحيه الاوليه وانه جوده الرعايه باختصار الاستفاده من ده تعريفه للجوده الاستفاده من الموارد المتاحه لتقديم افضل رعايه للمستخدمين وبيقول ان الرعايه الجيده بتتطلب اتباع نهج شامل يتجاوز احيانا العلاج السريع بيقول امثله انه ممكن تلاقي مريضه بتعاني من اعراض ولكن اثناء محاوله العلاج بتلاقي القصه كلها عباره عن اجهاد فمهم انه نفهم الكونتكست او السياق وطبعا هو بيتكلم على اهميه طاقم التمريض لان هو بيقضي وقت اكثر مع المرضى ومستخدمين الخدمه بيقول ايضا انه جميع افراد طاقم التمريض المسجلين في جنوب افريقيا بيقضوا سنه على الاقل خدمه مجتمعيه وطبعا دراستهم بتكون اربع سنين ومن خلال شغلهم تحت اشراف مهنيين من ذوي الخبره بيرشدوهم وبيتعرضوا لفرص جديده وبيتعلموا حاجات من القضايا الطبيه كتير وده بيعمل عندهم يعني ادراك ووعي وبيكسبهم خبره ومعرفه وبيخليهم يفهموا اكتر المجتمع اللي هم بيشتغلوا فيه. فمهم جدا اعداد طاقم التمريض وطبعا باقي الاطقم يعني مش بس طاقم التمريض. انا ليه يعني باذكر حاجات زي كده لانه جزء كبير او كلمه يعني ماجيك وورد في الرعايه الصحيه اللي هي البنش ماركينج المقارنات المعياريه. فمهم ان احنا نفهم الناس اللي حوالينا بتعمل ايه سواء يعني في الغرب ولا في الشرق ولا في افريقيا مهم قوي ان نشوف تجارب ونتعلم من هذه التجارب. بياكد مستر بافانا مسيبي على انه افراد التمريض في جنوب افريقيا بيشغلوا وظائف رفيعه المستوى، بيبقوا رؤساء تنفيذيين في المستشفيات ومديري مقاطعات. ولكن طبعا هناك حاجه لمزيد من الناس في المناصب القياديه، وبيقول ان مهنه التمريض بتحتاج الى انتاج قاده لنظام الرعايه الصحيه. ويجب انتاجهم من خلال النظام ومعرفتهم بحذافيره. ويجب عليهم ايضا فهم عمليات تطوير السياسات داخل النظام. طب النهارده قبل ما اروح اتكلم على ال Nursing and كود وكريتيريا ومعايير في التمريض اذا الاداره او القائمين على وضع السياسات ما عندهمش هذا الفهم يعني هم في قناعتهم جواهم مش فاهم اهميه الاطقم او الطاقم التمريض واهميه الناس اللي بيشتغلوا في هذا المجال اذا الفهم ده مش موجود والقناعه دي مش موجوده مع احترام الشديد لا جهار ولا سباهي ولا جي سي اي ولا كل الحاجات دي هتاتي بالنتيجه التي نرغب فيها اه ممكن نعمل ون ونرضي السيرفيرز وهم جايين ونتيك ذا بوكس وكل حاجه لكن الفايده المرجوه من الموضوع مش هتحصل علشان كده لازم الأول نشتغل على القناعات وعلى الثقافة، والناس يكون عندها فهم الأول، قبل ما أتكلم خالص في كلمة معايير، ولا أتكلم في في اختبارات ومش عارف أوديت والقصص دي. أنا نقطتين هتكلم فيهم دلوقتي، أسس الرعاية عالية الجودة إيه هي؟ وإيه الإجراءات؟ طب إحنا عرفنا الأسس وأدي عندي خمس أسس علشان يبقى عندي رعاية عالية الجودة. أعمل إيه بعد كده؟ برضو هتكلم عن خمس إجراءات محددة بنقاط ممكن حضراتكم تاخدوها ونبدأ كل واحد في إطار عمله يعني يعمل بيها بروبوزل أو بيزنس كيس يحاول يقنع مديره أو الإدارة العليا وأنا شايف بعض حضراتكم يعني في مناصب إدارية مهمة أيضا وانتو ديسيشن ميكرز فممكن بعض الأمور اللي هنتكلم فيها هنا تقدروا يعني تروحوا تطبقوها مباشرة أو يعني تدخلوها في منظومة تانية، أنا يعني مش حاف... كل واحد عارف الكونتكست بتاعه، أنا مجرد يعني إيه.. آي أوبنر، بحاول أشير لبعض النقاط اللي ممكن تكون مهمة. فالخمس أسس اللي حضراتكم شايفينها دول، أول أساس فيهم بتكلم العاملين في مجال الرعاية الصحية لازم يكون عندهم دافع. و... ولازم يبقى عندهم الدعم الكافي علشان توفير الرعاية الجيدة. طيب، كلام جميل. النقطة التانية: يكون عندي مرافق. رعايه صحيه يسهل الوصول لي. يعني المكان موجود اكسيسبل المريض بيجي المراجع ممكن يوصل بسهوله وانه يكون كمان في تجهيز جيد لهذه المرافق النقطه الثالثه الادويه وده يعني فيلم يطول شرحه يعني موضوع كبير الادويه والاجهزه والتقنيات الامنه في التصميم والاستخدام ودي نقطه مهمه وياما يعني حوادث كتير جدا واخطاء بتحصل بسبب مشاكل في تصميم الاجهزه او بسبب ادويه بتتصرف غلط او يعني حاجات كتير بتحصل اخطاء في هذا الموضوع. الاساس الرابع في الرعايه عاليه الجوده انه في نظم معلومات وده موضوع خطير قوي قوي اكثر مما نتخيل موضوع المعلومات وموضوع الديجيتاليزيشن بتاعها او الرقمنه بالرغم ما بحبش كلمه رقمنه بالعربي بس هي دي الترجمه اعتقد بتاعه الديجيتاليزيشن أو الترقيم، لا هي رقمنة مش ترقيم، ترقيم موضوع تاني. فموضوع الرقمنة وموضوع النظم المعلومات اللي موجودة، وإن بنسجل البيانات وبنحللها وبنستفيد بيها، ده نقطة مهمة جدا. الأساس الخامس آليات التمويل، ونقصد هنا الفلوس اللي المريض بيدفعها مقابل الخدمة. هل إحنا بنقدم الخدمة والدفع لازم يحصل ساعتها؟ ولا في مجال إنه الفلوس تيجي الأول وبعدين نقدم الخدمة؟ وهنا نظام التامين والانظمه الموجوده في عمليه التامين، طبعا ما فيش يعني حل سحري ولكن افضل الممارسات بتقول لنا انه انه لازم الفلوس تدفع الاول ودي ليها مصادر يعني ازاي تتعامل ممكن التامين يحل المشكله دي ويراعي ايضا الشريحه التي لديها فقر مدقع او الشريحه التي لا تتمكن من دفع التامين لازم تؤخذ في الاعتبار هذه الشريحه فلا بد ان الفلوس تكون موجوده الاول عشان اقدر اقدم بيها رعايه جيده وده طبعا الكلام ده يعني اندورسد باي البنك الدولي والمنظمات المختلفه الاطباء المهرة والممرضات وغيرهم من العاملين في مجال الرعايه ضروريين لتقديم رعايه صحيه عاليه الجوده وطبعا دي ارقام بتقول لنا العجز قد ايه واتش مينز يعني حضراتكم كلكم عندكم فرص رائعه جدا للعمل ومش بس للعمل يعني محليا ولكن للانتقال الى اي مكان عايزينه لانه تقريبا كل الدول عندها عجز في هذا الموضوع فعندنا 2.5 مليون طبيب في عجز في عدد الاطباء في 9 ملايين ممرضه وقابله العالم محتاجهم في نقص محتاجين 6 مليون مهني صحي بالحاجات ذات الصله دي وطبعا الارقام كتير انا بس خدت يعني سناب شوت كده سريعه ففي عجز في العاملين في مجال الرعايه الصحيه واعتقد هيظل هناك عجز لفتره طويله. المشكله انه ممكن يبقى في مخرجات من الانظمه التعليميه ولكن المخرج بتاع النظام التعليمي ليس بالجوده المطلوبه. وزي ما اشارت الدكتوره كريمان امبارح يعني لما قالت لما كنت بدرس في كليه الطب وبعدين دلوقتي بعمل ماجستير في الجوده بقعد اقول انا ليه ما درستش ليه ما ادوناش الكلام ده. واحنا بندرس في الكليه فدي نقطة مهمة وهتيجي دلوقتي في الإجراءات اللي ممكن الدول تاخدها والمؤسسات تاخدها إنه لازم يبقى في دمج وإدراج لمناهج الجودة وللمعايير اللي بنتكلم عليها دي ولفلسفة وثقافة الجودة في المناهج الأكاديمية وأيضا في المناهج التدريبية علشان الناس تطلع جاهزة يعني فاهم إيه الكالتشر وإيه الموضوع أه ايضا هنا حطيت لحضراتكم يعني دراسه حاله عن تدريب العاملين في مجال الرعايه الصحيه أه ودي تجربه من الفلبين وازاي هم قدروا يحلوا مشكله المناطق المحرومه والمناطق الاقل في الخدمات وانا طبعا باسعد لما بسمع الاخبار أه اللي بتيجي من مصر بخصوص التركيز على القرى أه اسمها ايه القرى الاكثر حرمانا او الاقل الاكثر فقرا اعتقد في تاسك انه مش عارف 1500 ولا 2500 قريه في مشاريع دلوقتي بمليارات بتتعمل للارتقاء بمستوى الخدمات اللي مقدمه في هذه القرى اعتقد ان عدد القرى في مصر 5000 قريه فلو نصهم معمول ليه برامج دلوقتي لرفع مستوى الخدمه وطبعا اهم من مستوى خدمه او اهم خدمه اكشولي موضوع الرعاية الصحية فالفلبين عليها تجربة في الموضوع ده منشورة وخدت يعني دعم من مؤسسات دولية وهم في حتة التركيز على الأماكن الأكثر فقرا وأنه مكان في زامبوانج دي وأنا لا أعرف ناس من هذه المدينة بالتحديد يعني أو المكان كان أقرب كلية طب بتبعد 400 كيلومتر وخاصة الفلبين فيها جزر كتير يعني ففي مشكله يعني في موضوع المسافات الجغرافيه وعدد الخريجين واستطاعت الفلبين ان هم يعني يحلوا المشكله دي طبعا ده مجرد سناب شوت من الموضوع واللي عايز يقرا التجربه بالتفصيل موجوده في المطبوعات بتاعه منظمه الصحه العالميه اللي عايز اقوله هنا انه كل مشكله لها حل يعني مفيش مشكله بدون حل لكن احيانا الحل بيحتاج الى حيله يعني عندي حل بس عايز له حيله علشان اطبق الحل ده عايز له تريك عايز له طريقه يعني ممكن انا في المستشفى عارف حل مشكله معينه وقاعد اكلم الاداره لكن هم مش عايزين يسمعوني لازم الاقي حيله لازم الاقي طريقه اقنع الاداره بيها او متخذ القرار انه ازاي يطبق الحل ده انا شايف حد رفع ايده أم أم احنا هنخلي الأسئلة يعني هنخلص الجزء ده، بعدين هندي مجال لل... شوية للأسئلة، بعدين دكتورة شيرين هتتكلم، بعدين هناخد بريك وهنكمل مع مهندس علاء، وهيبقى في مجال تاني برضو للأسئلة. فأستأذنكم هنخلي بس ال... الأسئلة آه لما آه يعني لما ن... لما نخلص الجزء ده. أوكي. طيب، ال... قلنا ل... إن في دراسات حالة كتير. ف النقطة الأولانية اللي اتكلمت عليها في الأسس بتاع الجودة أو الرعاية الصحية ذات الجودة العالية قلنا أول حاجة العاملين وتأهيلهم والاستثمار فيهم. الأساس الثاني في الرعاية الصحية عالية الجودة إنه يكون في مرافق سهل الوصول لها وجيدة التجهيز. فلازال طبعا في الدول حسب المدن يعني دايما الرعاية والخدمات بتبقى موجودة أكتر في المدينة كل ما رحنا بعيد كل ما رحنا الاماكن الريفيه بتظل هناك مشكله فهنا برضو امثله من افريقيا انه الترمومتر نفسه ما بيكونش موجود ممكن السماعه على درجه السماعه دكتور ما فيش سماعات يعني فدي امثله مثلا من من اثيوبيا نص المرافق ما فيهاش الاحتياجات الاساسيه بخلاف مثلا بوركينا فاسو فتوافر الخدمات هنا مهم جدا والخدمات دي تكون موجودة يعني ممكن مكان يكون فيه أجهزة طبية لكن مش شغالة سواء احنا مش عارفين نعملها صيانة أو أنه المفروض المشغل بتاعها ما فيش مشغل يشغلها يعني مش حد متدرب عليها أنه يعرف يشغل طبعا توافر الأساسيات زي المياه النظيفة ودي بيج ديل ومشكلة كبيرة في معظم الدول النامية موضوع المياه النظيفة موضوع الكهرباء موضوع الصرف الصحي والكارثه الكبيره جدا موضوع التخلص الامن من النفايات لغايه النهارده لازال في مشاكل خطيره قوي في موضوع التخلص من النفايات وخاصه النفايات البيولوجيه والكيماويه يعني دي حاجات اساسيات فلا بد انه يتم التركيز عليها طبعا هنا يعني انا بوجه الكلام الناس اللي عايز يعرف ايه هي الجوده في الرعايه الصحيه الجوده في الرعايه الصحيه مش ايزو ولا ستاندرد الجوده ان احنا نفهم ايه الاساسيات الاول وايه الاسس بتاعه الرعايه الصحيه وبعدين نلاقي لها الحل بتاعها نلاقي لها المعيار بتاعها او الاليه طب قعدنا نفهم ولقينا الاليه بس مفيش دعم من الاداره العليا برضو ما عملناش حاجه فلازم منظومه تشتغل كلها مع بعض الاساس الثالث الادويه والاجهزه والتقنيات الامنه فالحصول على ادويه والاجهزه على نحو مامون وفعال زي مثلا نقل الدم وانا ليا بيبر هحطها لكم في الفولدر مستخدم فيها نموذج اسمه سيرف كوال او سيرفيس كواليتي في ال فبتكلم على نقطه استخدام نموذج سيرف كوال او السيرفيس كواليتي جوده الخدمه في الهيئه بتاعه نقل الدم في زيمبابوي كان عندي معايا في الجامعه طالب بيعمل ماجستير في زيمبابوي وعملنا بيبر مع بعض على استخدام service كوال في رفع جوده الخدمه للهيئه بتاعه نقل الدم بيبر منشوره من كام شهر وزي ما قلت هحطها لحضراتكم في الفولدر مع باقي الماتيريال وفي نهايه المحاضره هعرفكم يعني فين الماتيريال تلاقوها هيبقى في رابط عليه كل الفايلات في حوالي 13 14 فايل فيهم كل البرزنتيشنز والماتيريال اللي اتكلمنا عنها هتكون متاحه لحضراتكم فالتقنيات الامنه والاستخدام بتاعها وتدريب الناس في بعض الدول طبعا موضوع في شويه فوضى في حكايه الادويه عادي الواحد بيروح الصيدليه ويجيب مضاد حيوي فيش اي مشكله وكل ما يجي له مزاج ياخد مضاد حيوي بياخد وده بيعمل مشكله كبيره في موضوع التعامل مع البكتيريا والسيطره عليها. فكل دوله ماشيه على سياسه معينه في, سيا في احيانا غياب سياسه واضحه ممكن يعمل مشكله كبيره جدا في السيطره على الامراض وعلى الميكروبات، زي ما بيقولوا الاستخدام غير الرشيد. بتتطلب طبعا المعدات الطبية عايزة صيانة وعايزة تدريب الناس ودعم النسخ الاحتياطية في الأنظمة بتاعة تكنولوجيا المعلومات ونقطة وبي... مهمة في موضوع التبرع بالأجهزة وبالذات في الدول النامية ممكن حد يتبرع لنا بجهاز محترم قوي وغالي وكل حاجة لكن القطع الغير بتاعته مش موجودة مثلا أو أنه ال... فيش تدريب كافي للناس أو الجهاز ده تقادم أوريدي يعني مرة فاكر كنت شغال مع إحدى الجهات وجات لها معونة ما بعت لهم الأوفر هيد بروجيكتور فاكرين الأوفر هيد بروجيكتور اللي ليه شفافيات بلاستيك كنا نطبع عليها ونعملها البلاستيك دي وتحطها على البروجيكتور ويطلع على الحيطة وبتاع هو يعني محدش عاد بيستخدم الكلام ده دلوقتي ف يعني أجهزة ملهاش لازمة يعني غير إن هي بتاخد حيز ومساحة من الفراغ لكن بدون أي داعي فطبعا يعني التوعيه هنا والتدريب مهم قوي النقطه الاساس الرابع وده الاساس قبل الاخير على نظم المعلومات اللي لابد ان ترصد بشكل مستمر ولابد ان احنا نستفيد بنظام المعلومات دي ونطوعه انه يخلي عندي رعايه افضل فموضوع البيانات وهنا في احصائيات مهمه يعني جاية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتكلم على الانفاق الصحي في نظم المعلومات غالباً لا يتم الاستفادة بالبيانات اللي بتتجمع وما بيتمش تحليلها بطريقة يعني بعيدة عن التحيز وحتى أحياناً لما بتتعامل التحاليل دي ما أو التحليلات بتاع البيانات دي ما بيها ف منظمه الصحه العالميه بتقول ان معلومات الاداء الجيده مهمه لتحسين رعايه الجوده، مهم جدا نعرف الاداء بتاعنا ايه، سواء الاداء ده يعني ماشي كويس ومتقدم ولا الاداء فيه خلل او في كل الحالات لازم يعني ايه؟ ان يكون عندنا معلومات عن مستوى الاداء، لانه ما لا يمكن قياسه لا يمكن تحسينه، فلازم نقيس الاول علشان نقدر نحسن. وفي في مشروع للرعايه الصحيه في اوروبا اسمه الاداء والكفاءه او يورو هوب ان بيقول ان معدل الباقيين على قيد الحياه بعد النوبه القلبيه يعني هو درس وفي انظمه متقدمه انظمه صحيه بتاع دول متقدمه لانه خلال الدوله الواحده النظام الصحي الوطني الواحد الناس اللي بتنجو من النوبه القلبيه وبتفضل على قيد الحياه المعدل بيختلف مية في المية في أماكن أخرى يعني في البلد إيه أو سوري في المدينة أو المنطقة إيه في نفس الدولة الناس اللي بتفضل على قيد الحياة بعد النوبة القلبية نص مثلا اللي بيفضلوا على قيد الحياة في مكان آخر في نفس البلد وبنتكلم على دول متقدمة هنا وبالتالي إذا أنا مش مجمع مؤشرات الأداء وشايف المؤشرات عاملة إزاي هنا والمؤشرات عاملة إزاي هنا مش هوصل للمشكلة دي مش هعرف أوصل إنه في نفس الدولة وفي نفس البلد انه في خلل او في فرق في جوده الخدمه المقدمه. علشان كده موضوع نظم المعلومات وتجميعها وتحليلها والاستفاده بها موضوع في غايه الاهميه. ده دراسه حاله ايضا من المنظمات الدوليه منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه. وكان معمول علشان يقدروا يعملوا مقارنات معياريه لجوده الرعايه الصحيه ويعمل مقارنات بين الدول وبعضها وحاطط مؤشرات ودراسه طلعت بنتائج ممتازه جدا ومتاحه يعني 40 دوله كانوا مشتركين فيها وتفاصيل الدراسه ايضا متاحه سواء على موقع منظمه الصحه العالميه او على موقع منظمه التعاون الدولي. المهم انه احنا نقرا ونوصل للمعلومه و نحاول نستفيد بيها في نفس النقطة برضو بتاعة نظم المعلومات يظل أنه الكلام على البيانات والرقمنة مهم جدا لأنه قصة الحاجات اللي لازال لغاية النهاردة بتتكتب بخط الإيد ولازال في كثير من الأماكن الدكاترة بيرفضوا يستخدموا الكمبيوتر وفي مشاكل في تنزيل أسماء الأدوية على السيستم والممرضين ولا الممرضات ما مش عايزين يطوروا التكنولوجيا ويتكلموا بالتكنولوجيا ويستخدموا الكمبيوترات فالبيانات الورقية دي بتظل مركونة في المخزن في مكان ما ولا ورا الباب ولا في بير السلم شفتها في بعض الأماكن بيحطوها في السلم لأنه الناس بيستخدم وما ومحدش بيستخدم السلم فتلاقي على البسطة بتاعت بتاعة السلم كده كراتين مليانة بيانات بتاعة المرضى أو بتاعة أي حاجة وما فيش مشكله بقى موضوع سريه المعلومات وحمايه المعلومات والحاجات دي لا احد يهتم يعني وممكن تتحرق القصه دي كلها تيجي حريقه وتتحرق وبتس فاين مفيش اي مشكله فللاسف طبعا يعني مهم جدا اللي عايزين نقوله انه مهم قوي الاستثمار في عمليه الرقمنه وتحويل البيانات دي الى بيانات رقميه سهل استرجاعها وسهل تحليلها وسهل الاستفاده منها والعالم يساعد من يساعد نفسه يعني لو اي دوله ايا كان وضعها الاقتصادي كانت جاده في تطوير نظم المعلومات بتاعتها وطلبت دعم من دول اخرى او من منظمات دوليه هتلاقي هذا الدعم العالم بيساعد اللي بيساعد نفسه ف وحتى لو مش بنتكلم على مستوى دوله لو حتى لو بنتكلم على مستوى مؤسسات يعني لو في مستشفى ما او جهه صحيه او او أي ايا كان كيان اداري عايز يطور حاجه معينه وجاد وعنده خطه وعنده بروبوزل يقدر يقدمها للجهات المانحه وعارف هو عايز يعمل ايه وعارف المدى الزمني بتاعه هتلاقي دعم وهتلاقي فند وهتلاقي خبرات فنيه ودعم فني مش بس فند علشان نقدر نطبق الخدمه المهم انه يبقى في تحرك وفي اكشن ويكون في اخلاص فيه يعني اه في برامج كتير مش عايز اطول عليكم في هذا المجال، النقطة الأخيرة أو الأساس الأخير في حتة الأسس الرعاية الصحية الجيدة موضوع التمويل وده الموضوع المهم، فالطريقة اللي بيتم بيها تحصيل الأموال مقابل الخدمة بتاعت الرعاية الصحية وإزاي الأموال دي بتتجمع وبنتكلم طبعا على المستوى الوطني في أي بلد ده مهم جدا اللي بيحصل في معظم الأماكن انه الدفع بيكون ساعه الخدمه فالمريض معاه الفلوس بتاعته او الكريدت كارد وبيروح ياخد الخدمه يتعالج ويكشف عليه وبعدين يدفع لو معهوش فلوس يدفع مش بياخد الخدمه طب ايه البديل البديل ان هو يكون في نظام تامين صحي بيغطي كل شرائح المجتمع اللي عايز طبعا حاجه اكتر وحاجه اعلى بيقدر يلجا لمنظومه موازيه وهي منظومه المستشفيات الخاصه ويقدر يعمل اديشنال انشورنس حتى هنا في بريطانيا بالرغم ان ال NHS ميزانيتها بالمليارات الميزانيه بتاعتها وفي دعم كبير قوي من الحكومه وبتغطي كل حاجه لغايه دلوقتي يعني النهارده بيغطوا حاجه ما كانتش موجوده اللي هو العلاج بالمش عارف انك تمشي في الغابه وريفليكشن والحاجات دي وتاخد تاخد اجازه من الشغل علشان تعمل ريفليكشن في حاجات كتير جدا حتى الإدمان بتاع الموبايل دلوقتي بقى داخل في التأمين الصحي ممكن تاخد تستفيد بيه إنك تتعالج على حساب الدولة يعني. ومع ذلك في منظومة موازية بتاعت البرايفت هوسبيتالز وهي مش فوضى يعني برضه كل المعايير اللي بتسري على المستشفيات الحكومية بتسري على المستشفيات الخاصة وكلها بتخضع للستاندردز بتاع الـ NHS لكن بتدفع لها. وبتدفع مبلغ معقول يعني لو انا كنت بشوف اوفر كوتيشن مثلا لعيله من خمس ست اشخاص بتدفع لك 600 700 باوند جنيه استرليني في السنه ده هنا طبعا مبلغ معقول جدا انك تاخد خدمات كامله متكامله بهذا المبلغ لعيله كبيره ففي بدائل للموضوع بس زي ما قلت هو نظام التامين المحترم بيظبط الموضوع مش يعني انا شفت برضو انظمه التامين صحي بيساء استغلالها من الكل بيساء استغلالها من المستشفى وبيساء استغلالها من المريض نفسه ومن الاطباء كل واحد يعني كيكه موجوده وكل واحد عايز ياخد حته منها وشركات التامين نفسها فيري لاوزي وشغلها مش يعني في مشاكل ف اي هوب انه يعني يبقى في وعي اكتر والحوكمه بقى بتحل لنا المشاكل دي يعني لما يكون عندنا نظام حوكمه كويس اذا ما قدرش يشيل المشاكل كلها على الاقل بيساعدنا انه احنا نقلل هذه المشاكل ودائما يعني هناك امل يعني احنا بنسعى وحضراتكم هو بتحضروا دوره وبتنشروا الفكر وبنطلع يعني كل واحد بيحاول في حدود ما يستطيع انه ينشر الفكر وينشر الممارسات الجيده أحد الابتكارات بيتكلم على موضوع الأجر مقابل الأداء، بي فور بي، بيمنت فور Performance وده معرفش إلى أي مدى ممكن يمشي في كل البلدان يعني، ولكن هو جرب في بعض الدول ونجح إنه الحكومة بتقرر الميزانية بتاع المستشفى الحكومي ده أو الإدارة الصحية دي بناءً على الأداء بتاعهم، هم عالجوا كم حالة؟ حاولوا يساعدوا الناس من الامراض المزمنه يعني الى اي مدى حققوا الاهداف الاجنده الوطنيه في الجزء بتاع الرعايه الصحيه. بس هنا طبعا بيكون في مؤشرات اداء واضحه وفي شفافيه ايضا في عمليه القياس وكل واحد عارف يعني كل واحد عارف ايه اللي موجود بنشتغل على اساس الاوبن بوك فكل واحد مطلع على الاداء بتاعه وعارف هو بيقيم ازاي. والناس اللي عايزه تعرف اكتر يعني لو حد عايز يجرب او يدرس التجربه دي مثلا ويقترحها في بلده هي الاجر مقابل الاداء لو عملت سيرش عليها سواء بالعربي او بالانجليزي هتلاقوا في معلومات في هذه الجزئيه طيب ده كلام جميل واسس واضحه وفي عندنا خمس اسس موضوع حلو وبعضها قابل للتطبيق في المستوى الوطني، على المستوى الوطني أو القومي، بعضها ممكن يتطبق على المستوى اللوكاليزد، يعني سواء في محافظة أو في مقاطعة أو حتى في مؤسسة صحية. إزاي ندمج الجودة في الأنظمة الصحية؟ هل ده ممكن؟ جاي يعني نقدر نعمل حاجة زي كده؟ الإجابة أه، الجود نيوز إنه ممكن دمج الجودة في أسس الأنظمة ما تبقاش حاجة يعني نيجي نبني المستشفى ونجيب الدكاترة والممرضين والأجهزة والمرضى وبعدين نيجي نقول تعالوا بقى نطبق الجودة آه أنهي معيار ناخده آه ناخد الأيزو ولا ناخد الجي سي آي ولا لازم نعمل زي حد من الزملاء اللي كان بيسأل امبارح آه أروح أطبق الأيزو 45000 ألف 9000 ولا أروح أطبق مش عارف ايه لا يعني الصح أنه الجودة تكون بيلت إن يعني موجوده في الاول في الانجريدينتس لما نيجي نعمل كيكه كده يبقى من المكونات بتاع الكيكه دي الجوده داخله داخله في المكونات في الدقيق بتاعها داخله في المكونات مش لما اعمل الكيكه وكده واجي اجيب الكرزه بقى احطها فوق الكيكه عشان يبقى شكلها حلو ويبقى عندي جوده اه ده اللي بيحصل حاليا انه بنحطها عشان يبقى شكلنا حلو واخد الليبل والبتاع البادج وحاطينه طب مش مشكله يعني اوكي ممكن ده ناتج عن عدم وعي ولا وات ايفر السبب ما فيش اي مشكله اتس نيفر تو ليت عادي نبدا فورا ذا رايت تايم از ناو الوقت المناسب هو الان دايما الوقت المناسب ما تقولش الاسبوع اللي جاي الشهر اللي جاي السنه اللي جاي الوقت المناسب هو دلوقتي ليتس ستارت ليتس جو اهيد ونبدا uh, ناخد اكشن يعني علما انه يعني مره قريت حاجه يقول لك انه الواحد اذا جات له فكره ما خدش عليها اكشن خلال 180 ثانيه ممكن تموت وما تجيش تاني فلو حد جات له فكره وده بيحصل لي كتير انا بحب اروح المؤتمرات معايا الورقه والقلم أو, او الموبايل وباخد نوتس لانه ساعات بتيجي فكره معينه لازم اخد نوت فيها دلوقتي لو ما خدتش نوت ممكن ما تجيش تاني فباخد نوت وبعدين ابدا اشوف هعمل ايه الاكشن اللي هاخده واطبقه فعلى المستوى الشخصي لما تجي لنا فكره حلوه حاجه عايزين نعملها ناخد نوت فيها بسرعه لانه ممكن الفكره دي تروح وما تجيش تاني لو ما خدناش نوت وخدنا اكشن خلال 180 ثانيه يعني كام 180 ثانيه ثلاث دقائق ولا كام؟ يعني مش مركز انا دلوقتي ثلاث دقائق تاني فلازم ناخد اكشن بسرعه. الدمج ممكن ولضمان دمج الجوده في الانظمه بتاع الرعايه الصحيه صناع السياسات والحكومات وقاده الانظمه الصحيه والدكاتره المفروض يشتغلوا مع بعض علشان يعملوا خمس حاجات خمس اجراءات هنا لو اشتغلنا على الخمس حاجات دول اللي عايز ياخد نوت اللي عايز يصور الشاشه اللي عايز يستنى لما البرزنتيشن تبقى موجوده في الفولدر اول حاجه ضمان وجود قوه عامله وده ليه علاقه بالسبق بالخمس اسس اللي اتكلمنا عليهم من شويه احنا قلنا المفروض يبقى في قوه عامله عاليه الجوده طب نعملها ازاي يبقى احنا قلنا ايه المخرجات اللي عايزينها هنا بنتكلم على how بارت how to do this ازاي يكون عندنا قوة عاملة عالية الجودة رقم واحد يكون في استراتيجية وطنية اوكي الموضوع ما يبقاش عشوائي ومثلا كل محافظة شغالة مع نفسها لا احنا عايزين يبقى في استراتيجية وطنية لمعالجة الفجوات طب هل الكلام ده مجرد يعني بس وجهات نظر؟ لا يعني في في تقارير دوليه من جهات محترمه مرموقه زي منظمه من الصحه العالميه البنك الدولي الحاجات دي بتقول الكلام ده فاحنا عندنا اوريدي justification عندنا مبرر قوي انه نبني حاله يعني نروح كده للرؤساء بتوعنا نقول لهم يا جماعه مدير مستشفى ولا وزير صحه ولا اي حد اقول والله في كذا يعني ده طبعا اذا ما كانش اوريدي بدا فاذا بادئ اوريدي فاحنا بنشتغل على النقاط اللي بعد كده وضع استراتيجيه وطنيه لمعالجه الفجوات في اعداد الاختصاصيين وده بيحتاج سياسات من وزارات التعليم العالي اوكي والتعليم مش بس التعليم العالي حاجات على المدى القصير وحاجات على المدى الطويل يبقى في مناهج للتدريب باستمرار لانه مش بس الشهاده الاكاديميه وخلاص على كده لازم يبقى في استمراريه في عمليات التدريب والتطوير المهني وتكافئ الناس يعني لما حد ياخد دورات معينه او يحصل يعني معارف جديدة في تخصصه المفروض يكافئ ويقدر ويشجع انه يعمل كده مش نقول له بعد ما شاب ودوك كتاب يعني انت راح تتعلم ايه ودورة ايه اللي راح تاخدها فلا بد ان يكون في تشجيع للناس دي وتكريمهم في حالة ان هم يعني بيتعلموا حاجة جديدة وحبذا لو هم بيتعلموا الحاجة دي ويجوا ينشروها في مكان الشغل بتاعه احنا عندنا مثلا في الجامعة حد من عندنا من التيم يعني بيروح يحضر مؤتمر عندنا بوليسي كده اما ترجع خلال ست شهور تعمل برزنتيشن لباقي الزملاء تقول لهم يعني ايه اللي استفدت بيه في المؤتمر المؤتمر كان بيتكلم عن ايه والحاجات دي فموضوع النوليدج شيرنج او المشاركه المعارف والخبرات اللي بتحصل ده موضوع في غايه الاهميه ضمان التميز في جميع المرافق بتاعة الرعايه الصحيه جاهزيه الخدمه نعمل تشيك عليها عندنا كونسبت اسمه تشيك ليست نشوفها ونشوف النظافه بتاعتها وانا دايما يعني بعاني من موضوع مشكله الحمامات دي دايما يعني الببليك تويلتس دي ماساه وهي ماساه عالميه لدرجه انه البي اس اي عملوا لهم ستاندرد يعني في ستاندرد ايزو ستاندرد للتويلتس الحمامات ليها ايزو كده لوحدها بس للحمامات ده موضوع مهم قوي يعني تشجيع عمليات التقييم المستمره جمع وتحليل تحليل البيانات الاكثر ثراء عن تغيرات في الجودة والنتائج وهكذا النقطة الثالثة ضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية أو ده ليه علاقة بالأساس الثالث اللي اتكلمنا عنه في أسس الرعاية الصحية الجيدة يبقى في سياسات وطنية موضوع الأدوية موضوع الأدوية اللي بتتاخد على الكاونتر يبقى في رقابة جادة في حكاية الصيدليات والكاونترز والأمور دي يبقى في مبادئ توجيهية وقوائم مرجعية التشيك وازاي نستخدم التكنولوجيا الطبيه وازاي نراقب الاخطاء والحوادث وردود الفعل بتاعتها وموضوع التبرع التطوعي بدون مقابل بالدم ازاي نقننه وننظمه وازاي يعني نشتغل عليه وده زي ما قلت لكم بيبر عاملها في الموضوع ده هشارككم انا بعتها لكم وسمعت مؤخرا انه في مصر بيعملوا حاجه زي كده بيتعمل مصنع لمشتقات الدم او في يعني عمليه تصنيع المشتقات دي لانه بتستورد من بره ففي توجه كبير قوي ومهم في الموضوع ده وانا سعيد بهذه الاخبار يعني ان شاء الله تحصل قريب النقطه الرابعه او الاجراء الرابع ضمان الاستخدام الفعال لايه للانظمه بتاعه المعلومات الصحيه ازاي نستفيد بيها وازاي نستخدمها انه يعني الاول يبقى في تسجيل المواليد والوفيات بدقه والريبورتنج بتاعها ده مهم جدا التحول الاتمته او الديجيتاليزيشن برضو التحول او الرقمنه نبدا نشتغل كانظمه نعتمد على التكنولوجيا يبقى فيه في تشريعات في موضوع الخصوصيه وده في غايه الاهميه موضوع الخصوصيه واحترام يعني بيانات المريض وحقوقه والحاجات دي ودعم الاطباء تشجيع على الشفافيه يعني في نقاط محدده هي موجوده قدام حضراتكم لو اطبقت يبقى احنا يعني شغالين صح وفي الاتجاه الصحيح النقطه الاخيره في الاجراءات اللي ممكن تتعمل وهي استحداث اليات تمويل بتدعم تحسين المستمر موضوع الجوده ما بيحصلش مره واحده او مره في السنه او خمس مرات في السنه الجوده دي اسلوب حياه يعني ديمينج وهو يعتبر ابو الجوده قال لك مش مفروض يبقى في حاجه اسمها اداره جوده مش مفروض مش مفروض يبقى في حاجه اسمها مدير جوده طب ازاي يا عم ما احنا بنتكلم عن الجوده واهميتها قال لك كل مدير لازم يكون مدير جوده كل موظف في المكان لازم يبقى بروسيس مانجر مدير للبروسيس اللي بيشتغل عليه. فالجوده دي لازم تدخل في كل حاجه لان هي مسؤوليه كل واحد فكل الناس لازم تكون دارسه جوده لازم تكون فاهمه جوده لازم تكون مطبقه وانا انا بعمل يعني بروبوزل للموضوع ده لو حد مهتم يدخل معايا في القصه دي انه لازم تدرس الجوده دي لازم تبقى منهج بيدرس في كل المراحل الدراسيه من اولى ابتدائي لغايه اخر سنه في الجامعه اوكي فهي اسلوب حياه مش كلام نظري وليها طرق وانا شفت كتب في استراليا ولاية فيكتوريا عندهم منهج بيدرس في موضوع الجوده للمرحله الابتدائيه كتاب رائع جدا ومنهج ممتاز و... والموضوع دوب في ناس بيطلع الواحد عارف يعني ايه جوده عارف يعني ايه معايير عارف يعني ايه موضوعيه عارف يعني ايه قياس واهميه البيانات عارف يعني ايه شفافيه كل دي يا جماعه فلسفه الجوده هي بتدرس في المناهج وان شاء الله اخلص البروبوزل دي يعني اي هوب انه هتلاقي حد يسمعها او يهتم بيها ان تدرس في المناهج مش بس في كليات الطب ولا في في كل المناهج آه لازم يكون في آه. وانا عامل دراسه حاله حتى بيبر منشوره مع مؤسسه المواصفات البريطانيه هنا عن اهميه الجوده في التعليم العالي انها تدرس في كل مناهج التعليم العالي طيب النقطه الاخيره زي ما قلت الاليات بتاعه التحسين المستمر لازم يكون في تمويل مستدام في موضوع الرعايه الصحيه مش هينفع نقعد نعتمد على التمويل الخاص والافراد وبس ويكون في ربط بين مقدمي الخدمه واللي والمحت... هم محتاجين هذه الخدمات والاستفاده من خطط الدفع لتقديم مزايا اضافيه والتفاصيل هتكون موجوده في الماتيريال آه اخر نقطه آه عايز اتكلم فيها قبل ما ننتقل دكتور شيرين انا كشخص بشتغل في المجال الصحي سواء اداري ولا طبي ايا كان تخصصي اطور نفسي ازاي اول حاجه بركز عليها يمكن انا متحيز ليها شويه لان شفت غيابها بيؤدي الى ايه موضوع اللغه الانجليزيه مع احترامي كامل احترامي طبعا يعني و... وانا راجل يعني مصري وعربي ومهتم جدا بلغتي وبتحاول اطورها بقدر الامكان لكن كمان لازم لغه انجليزيه لانه معظم المراجع والمانوالز وكل اللي بيجد في المجال الطبي والصحي بيجيلنا من بره فيا اما اقعد مستني لما حد يترجمه لي يا اما انا اقدر ادخل على المصدر واروح اشوف المواصفات دي واشوف الجي اي دي بالانجليزي اراها وافهمها واقرا المانيوالز بتاع الاجهزه واطور نفسي ولو حبيت اروح اغير جو كده واخد شغلانه جديده بمرتب كويس واشوف بلد جديده عايز اسافر ليها مش هعرف اروح من غير انجليزي وانجليزي بجد لانه بيبقى ناس عندها بيرسبشن انه بيعرف يتكلم انجليزي وتقول له الانجليزي عامل ايه لك لا كويس كويس جدا فلا يعني خلينا موضوعيين الاهتمام باللغه الانجليزيه مش بس في المجال الطبي والمصطلحات ولكن في الاكسنت ولكن في في الكلام ولكن في الكتابه ودي رحله مش بتنتهي لانه دايما الواحد بيتعلم فيها فموضوع اللغه الانجليزيه اولا وثانيا وثالثا ده لمين للناس اللي عايزه تطور يعني الناس اللي عايزه تعمل بروجريس في الكارير وعايزه تطور الاداء بتاعها ركز في موضوع الانجليزي طيب لازم يكون في تواجد الموضوع مش بس انا قاعد بشتغل ومهتم بالاجراءات والحاجات الروتينيه اللي بعملها كل يوم لا لازم يبقى في بريزنس تواجد يا جماعه وانا حاطط يعني سواء لينكدين او فيسبوك او تويتر ودول اكتر ثلاث حاجات مشهورين كلهم فيهم كنوز يعني بدل ما اقعد اروح اقعد اشوف البوستات العاديه واقعد ارد على الحاجات يعني اوكي نايس انه نعمل سوشياليزنج وكده بس كمان استفيدوا بالمجموعات اللي موجوده يمكن البعض منكم جه عن طريق مثلا البوست اللي انا حطيته عن الدوره في مجموعه زي المجموعه بتاع الدكتور احمد عادل الكواليتي سكول مجموعات كتير موجوده ومتاحه ممكن نتعلم منها ممكن نسال سؤال فيها نلاقي اجابات ممكن ناس واحد بس يديني لينك ويب سايت يفتح لي ابواب كتير جدا فالتواجد مهم وكون بروفايل بروفيشنال يعني صوره كويسه كده بروفيشنال والكتابه كويسه ويبقى في عندنا تواجد في الشبكات دي أضوية الجمعيات المهنيه سواء وطنيه او دوليه مهم قوي يبقى ليك أضوية في الجمعيات دي لانه هتعرف الجديد فيها وهتقدر تعمل نتوركينج وتتعرف على الناس اللي في المجال بتاعك وتجيلك فرص وانت تخلق فرص لناس فيبقى في تواجد في المجتمعات دي وتعلم طبعا للحاجات الجديده الانخراط مع مؤسسات الجوده في الجمعيه المصريه للجوده في مصر في مجلس الجوده في السعوديه في يعني تقريبا كل دوله فيها جهه مهنيه خاصه بموضوع الجوده فنندمج معاهم ونحضر المحاضرات ونبقى على الايميل ليست بتاعتهم والامور دي. المؤتمرات طبعا دلوقتي كلنا قاعدين نحضر اونلاين لكن لا مانع يعني لو في مؤتمرات نقدر نحضرها اونلاين حبذا لو نقدر نتكلم فيها اذا امكن وان شاء الله لما يرجع السفر تاني نبدا نرجع نحضر فيس تو فيس اذا عندنا محتوى وعندنا افكار ونوليدج نقدر نشاركها يا ريت يا ريت نشاركها بس تكون موثقه والمصادر بتاعتها موجوده طب ليه اعمل كده يعني هستفيد ايه لما اعمل شيرنج هتلاقي ناس بتعلق على الحاجات بتاعتك بتدي لك رايها هتفتح لك ابواب انك تتعرف على الناس اللي في المجال بتاعك وهكذا طبعا التحصيل الاكاديمي ده طول الوقت يعني الواحد اذا ما عندوش ماجستير وقادر يعمل ماجستير ده رائع جدا عنده ماجستير وعايز يعمل دكتوراة ويبقى ضمن ال1.1% في العالم اللي عندهم دكتوراة اهلا وسهلا شيء جميل اذا اتيح انا ما بقولش انه حاجه اساسيه وضروريه لكن اذا اتيح ان الواحد يكمل التحصيل الاكاديمي العلم بتاعه حتى لو كان مثلا معاه دبلوم وعايز ياخد بكالوريوس واي نوت نعمل كده والحقيقه انا بدات سلسله من اسبوع كده يوم الجمعه اللي فاتت اعتقد اقل من اسبوع يعني للناس اللي مهتمه تعمل دكتوراه هتلاقوا على اللينك بتاع, بتاع اليوتيوب صفحه اليوتيوب او الشانل بتاعتي هتلاقي سلسله فيديوهات بدات اول حلقه فيها ازاي نعمل دكتوراه خطوه خطوه حطيت فيها خلاصه يعني التجربه بتاعتي سواء كحاصل على دكتوراه او كمشرف او كممتحن خارجي ل الدكتوراه فاللي مهتم بالموضوع يقدر يشوف الفيديوهات دي هتلاقوا فيها حاجه مفيده ان شاء الله. المؤهلات المهنيه لا تقل اهميه عن المؤهلات الاكاديميه زي مثلا الكورس سي بي اتش كيو ومعانا الدكتور شيرين طبعا دلوقتي هي مدربه في هذا الكورس وانا بشوف ناس كتير بدات تاخد الشهاده دي في مصر وفي السعوديه وفي السودان وفي كل الاماكن يعني. التعلم الحقيقي وليس تجميع شهادات وبدجات. الناس المهتمه جدا والبعض يمكن قبل ما نبدا الدوره قاعد يسال الشهاده وهناخدها امتى والاهتمام يعني ما حدش سال على المحتوى البعض يعني موضوع الشهادات يا جماعه وتجميعها صدقوني اه ممكن يفيد بنسبه 5% ولا حاجه المعرفه الحقيقيه والنولج الحقيقيه هي اللي بتدي الواحد ثقل انه يقف على ارض صلبه ويقدر يتكلم ويقدر يفتي ويقول عن علم تمام اما قصه الشهادات فقط يعني كويس ان الواحد ياخد شهاده لما يكون يعني فعلا هو عمل مجهود وحضر حاجه وكده ممتاز بس انا عايز اقول ان الشهادات لوحدها ليست كافيه، شهادات بدون خبره مش كافيه، شهادات بدون لغه مش كافيه شهادات بدون نتورك مش كافيه فلازم يعني اعمل نتورك لنفسي واعمل تواجد وبعدين الشهادات بتبقى مكمله للكلام ده لكن مش تجميع الشهادات والليبلز والبادجز هو اللي بيعمل بروفيشنال فدي وجهه نظري طبعا جايز اكون غلط يعني هي وجهه نظر التعلم الحقيقي قلناها والاستماع اكتر من الكلام يعني انا بهتم بحته الاستماع لانه يعني الواحد لما بيسمع بيتعلم لكن طول ما هو بيتكلم يعني مش حي... ما فيش فرصه يعني ما فيش فرصه انه يتعلم وهو بيتكلم الا اذا الواحد عنده يعني مهاره عاليه قوي قوي ويقدر يقسم دماغه كده نصين نص قاعد يتكلم ونص قاعد يتعلم ويسمع فالاستماع اكتر ده شيء كويس جدا ومساعده الاخرين يعني كل ما الواحد بيساعد كل ما بيجي له مساعده ده فرشور خدها بقى يعني آ... 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 في ايه في القران بهذا المعنى اوكي آ... و... وفي حاجات كتير يعني كل الموروثات الثقافيه بتقول انه كل ما بتدي اكتر كل ما هتاخد مردود اكتر سميها كارما سميها كلتشر ايا أه، أي كان اوكي من يعمل مثقال خ... ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى اذا انا مش غلطان وفي الجماعه اليو... اليوجز واليوجا والحاجات دي يقول لك كارما ومش كارما ف... فدي حاجه حقيقيه يعني طيب أم... دلوقتي طبعا معلش دكتوره شيرين إن انا طولت وخدت جزء كبير من وقتك لكن هندي الوقت اللي كفيكي هتتكلم دكتوره شيرين عن الج... الجي سي اي و... وده ال... يعني الماده العلميه هتبقى موجوده في اللينك ده لو حد عايز يصور الشاشه دي سريعا لكن بعد ما تخلص دكتوره شيرين هعرضها تاني هتلاقوا فيها الماده العلميه موجوده فين والتسجيل في المبادره بتاعه نشر ثقافه الجوده والقناه بتاعه اليوتيوب اذا حابين تشتركوا مش هقعد اقول لكم زي الحاجات التقليديه شر مش عارف فعل الجرس والكلام ده لا يعني عايزين تشوفوا الفيديوهات بس شوفوها مش عايزين تشتركوا براحتكم ولكن فيها معلومات قيمه يعني دكتوره شيرين نصر الدين زميله عزيزه جدا ويعني اشتغلنا مع بعض داخلين مش عايز اقول كام سنه يعني بس فتره طويله وهي مدربه في السي بي اتش كيو وعايز اقول خبيره في الجي سي اي ودايما انا بستضيفها لطلاب الماجستير زملائي اللي بيدرسوا ماجستير والحقيقه هي ما بتتاخرش ابدا يعني مؤخرا حضرت معايا يعني دوره جديده شهاده معتمده جديده اسمها سيرتيفايد اورجانيزيشنال ليرنينج بروفيشنال فهي حاليا معتمده كمان كOrganizational ليرنينج بروفيشنال من جامعه ميزوري ستيت يونيفرسيتي في امريكا واحنا محظوظين ان هي قدرت تدينا وقت النهارده خاصه كان عندها جي سي اي اعتقد سيرفي او عندها حاجه شغل كتير يعني فبشكر دكتوره شيرين باسمكم جميعا ومرحب بيكي دكتوره شيرين اهلا وسهلا بحضرتك دكتور علاء ومرسي جدا على التقديم ويعني انا برحم بكل الموجودين احنا واصلين يعني حوالي 300 شخص او اكتر وده طبعا عدد 113 اه يعني عدد كبير جدا يعتد بيه واذا كان يعني هنرجع للكلام اللي قاله الدكتور علاء انه ان ده معناها ان الناس مهتمه تسمع وتوصل وإن... وانه دايما في امل يعني انا هبدا من 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 الجزئيه اللي كان بيكلم فيها الدكتور علاء في فكره انه القصه مش مش دراماتيك تشينج يعني احنا مش هنقدر نهد الدنيا في ساعه ولا في في يوم ولا في اسبوع انا دايما فكرتي عن الكواليتي ان هي از بازل يعني اللي هو اللعبه اللي بنقعد نركب اجزائها عشان تتضح الصوره بعد كده انا لو هتكلم على الـ على الجي تي اي اي باعتبار يعني ان انا عندي خبره في مجال الجي سي اي, اي وبقالي مثلا حوالي يعني عدد من السنين مش قليل بشوف سيرفيهات او بشوف يعني جي اي, اي كتير انا هحاول اربطها بالسلايد الاولانيه اللي الدكتور علاء اشار اليها اللي هي السلايد بتاعه التروس ان هو في نظام وعمليات وفي بشر وفي امكانيات وبنيه تحتيه احنا لو اتكلمنا عن الجي سي اي هي يعني الذراع الايمن للجنه اللي بتعتمد المستشفيات في امريكا اللي هي الجيكو فهي الذراع العالمي او الذراع الدولي للجنه الاساسيه اللي بتعتمد المستشفيات في امريكا طبعا هم عباره عن جابوا اكسبرتس من كل الدنيا يعني من الميدل ايست من من كل حته في الدنيا والاعتبارات كالتشرال او الاعتبارات ثقافية بداوا يطوعوا الستاندرز دي لخدمه كل الناس ان ده مش فكره امريكا بس لا ده اللي ينفع في مصر ينفع في السعوديه ينفع في الامارات ينفع في كل مكان فهي دي الفكره ورا الجي سي اي ايه اي الجول بتاع الجي سي اي ايه احنا بنقول اللي هو كواليتي اند سيفتي اللي هم يعني وجهين لعمله واحده الجوده والسلامه المريض هو ده الاساس في الجي سي اي, اي, اي. ازاي العمليه او العمليه عباره عن ايه هم اكشوالي اه انا هتكلم على الهوسبيتال ستاندرز او المعايير الخاصه بالمستشفيات لكن في فيرجن تاني معايير خاصه بالوحدات الصحيه وفي معايير خاصه بالمستشفيات الاكاديميه او المستشفيات التعليميه آه الاختلافات يمكن آه في 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 اجزاء بتبقى جذريه لكن المجمل خلينا نتكلم على موضوع المستشفيات غالبا هي دي بتكون عامه واللي عايزه اقوله من خلال اطلاعي آه يعني انا اشتغلت في السعوديه شويه مع الستاندرز بتاعت سباحي ازول آه وكنت بشتغل في وزاره يعني وزاره الصحه في مصر من فتره كبيره قبل الصحيح ما يطوروا المعايير وكده اللي عايزه اقوله ان الكور هو واحد هو الجيكو لان هي دي The most stringent أو أكتر واحدة يعني قوية وأثبتت فاعلية، وأثبتت إن هو فعلاً نوع من أنواع التقييم الموضوعي. أه لو لو اتكلمنا عن الجي سي اي إيه ازاي بيجي الموضوع او ازاي بيبدا الموضوع أه هم عندهم كتاب كده او جايد أه متقسم مقسم المعايير دي الى او الى شباتر الى أه وحدات يعني الوحده الاولى الوحده الثانيه الوحده الثالثه لو لو هنربط بقى الكلام اللي قاله الدكتور علاء أه اللي هو من حيث انه التروس نظام وعمليات وبشر وامكانيات او بنيه تحتيه هنلاقي ان الوحدات دي يعني بتدخل تحت الثلاثه دومينز دول او بتدخل, بتدخل تحت الثلاث نقط الرئيسيه دول فمثلا لو اتكلمنا على موضوع البشر او البشر من من الجزء الثاني اللي هم البيشنتس احنا قصتنا كلها في المرضى فاحنا عندنا من الشباب اللي بتهتم بهذا الموضوع واعتقد الدكتور علاء يمكن نوه لكده امبارح اللي هي الانترناشنال بيشنت سيفتي جولز او اهداف السلامه في يعني بالنسبه للمريض احنا اهداف السلامه الانترناشنال هم ست اهداف منين جابوا الاهداف دي او فكره الاهداف دي ايه واعتقد ان احنا لو طلعنا باي حاجه من, من الكلام النهارده في موضوع جي بموضوع يعني اهداف سلامه المريض وكل واحد مننا قدر يتبنى هدف واحد في سنه وطبقه في مكانه اعتقد هنبقى عملنا كتير قوي وانا يمكن هتلاقوني يعني شويه يعني محموقه في القصه دي لان زي ما الدكتور علاء قال انا كان عندي سيرفي يعني الاسبوع اللي فات كله وطلع عندي جابس في موضوع الانترناشونال بيشن سيفتي جولز اللي عايز اقوله هنا انا صحيح يعني بشتغل في الجوده بقالي فتره طويله جدا ومثلا يمكن يعني يجي على الناس سؤال انه يعني ازاي يطلع عندي جابس وانت جاي تقولي لنا انه اتكلموا يعني الانترناشونال بيشن سيفتي جولز دايما بنقول انه الاوتسايد اي او observer اللي جاي من بره وجهه نظره مختلفه اسئلته مختلفه الكونسبشن بتاعه مختلف طريقته مختلفه فدايما there is always a way for improvement او دايما في آه فرص للتحسين فمثلا انترناشونال بيشنت سيفتي جول اول حاجه واسهل حاجه وابسط حاجه اللي هو التعرف على المريض لازم يبقى فيه سياسه في المكان للتعرف على المريض و و واتمنى اتمنى ان احنا ما نفتكرش ان الموضوع ده سهل لان الموضوع دوت يعني قد يؤدي الى كوارث ومصائب كبيره جدا جدا احنا في غنى عنها لو مجرد سالنا العيان اسمك ايه طبعا كل كل مستشفى ليها السياسه بتاعتها او كل مكان له سياسه بس البيزك اللي هنتفق عليه هو اسمك ايه؟ اسمك ايه الثلاثي؟ وبعد كده في ناس بيستخدموا رقم التليفون، ناس بيستخدموا رقم ملف موحد، طبعا الموضوع يعني انه هي دي حاجه ايوه دي حاجه كبيره جدا جدا وطبعا التاريخ الطبي مليان بالاحداث اللي بتقول انه ايوه بتحصل أغلاط في العمليات ايوه بتخلص بتحصل أغلاط في المديجيشن بتحصل أغلاط كتيره جدا تؤدي الى ان ممكن العيان يفقد حياته تؤدي ان ممكن تترفع قضايا على المستشفيات في اماكن كتيره جدا جدا بملايين يعني الدولارات والجنيهات والدراهم والدنيا الموضوع مش سهل فمثلاً التعرف على المريض من الحاجات المهمة جداً جداً اللي هو الفيربال communication لما الدكتور بيكلم الممرضة كده ويقولها من فضلك إديله الحاجة الفلانية إزاي هي بتعمل موضوع read back أو بتقرأ تاني اللي كتبته وتقول له باك القصص دي من القصص المهمه جدا ازاي انا عندي مثلا زي ما الدكتور علاء اشار بالنسبه للميديكيشن وبالنسبه للادويه ازاي انا بفصل الكونسنتريتد الكترولايت او المحاليل عاليه التركيز دي لا تتواجد غير في الحتت الكريتيكال اللي هو مثلا زي العنايه المركزه عنايه القلب انه ما ينفعش ان دي تتواجد كده في اي عنبر لان الغلطه منها العيان بيفقد حياته لو انا يعني في نسبه زياده في التركيز قليله جدا عيان يعني ممكن يفقد حياته ازاي انا بفصل حاجه اسمها لوكا لايك وساوند لايك ميديكيشن الميديكيشن اللي هي او الادويه اللي بتسمع نفس الاسم يعني مثلا زي تفاجيل وفلاجيل مثلا يعني لو لو معانا اطباء هنا في حاجات كتيره جدا جدا بتفرق فهنبدا بالانترناشنال بيشن سيفتي جولز بعد كده يبدا ياخدك العيان جاي من الطوارئ دي اسمها اللي هي اكسس وكير دخل من الطوارئ او دخل من العياده كل السياسات والاجراءات اللي ليها علاقه بهذا الموضوع انا دلوقتي لما بدخل عيان سي الاي سي او العنايه المركزه بدخله على اي اساس لازم في كرايتيريا موضوعيه ادخل بيها العيان يعني عنده ايه مشكلته ايه مش فكره ان انا والله العيان ده مثلا بي اي بي وانا خلاص احطه في الاي سي عشان تبقى عيني عليه اكتر لا ده حاجات معينه ولازم تتحط على السيستم سواء السيستم ده ورقي او السيستم ده اللي هو السيستم الرقمي او سيستم الهيلث انفورميشن سيستم او النظام الصحي المعمول بيه في المكان ف يعني ده اللي هو الاكسس اوف كير بعد كده ندخل بعد الاكسس اوف كير الاسسمنت ازاي انا بقيم العيان اول ما بيدخل لي الاسسمنت ده طبعا كل حاجه اسسمنت بتاع التمريض ازاي بيقيموا العيان اسسمنت بتاع الدكتور اسسمنت بتاع المعالج اللي هو الفيزيائي او الفيزيوثيرابيست الاسسمنت بتاع النيوتريشنست او الشخص اللي هو, اللي هو علاقه هيعمل له الوجبات او الكلام ده كله كل المفردات دي ليها جزء معين انا في الأوبدي دي دلوقتي او في العياده اللي هي العيادات الخارجيه انا دكتور مثلا لسه دكتور دكتوره جراحه هل انا هشوف العيان فروم هيد تو ولا انا عندي حاجه اسمها فوكس ان انا هبص بس على الجزء ده والـ والـ والإجزام ده فاليد قد ايه؟ قال هو فاليد 30 يوم فاليد قد ايه؟ دي من الحاجات المهمه جدا. طبعا في يعني شابتر كبير 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 اسمه ميديكيشن مانجمنت اند يوز بيبدا من اول الفكره بتاعت انا عايز ادخل الدواء ده في المستشفى دي او في المؤسسه دي. ادخله ليه؟ الدواء ده هل هو ايفيكتيف فعال ولا مش فعال؟ ازاي هعمل دراسات اللي هو التقييم بعد ما دخلته على المرضى دول؟ طبعا جزء كبير جدا داخل طبعا في الـ في الكوست او الـ اللي هو السعر او الثمن بتاع الادويه دي، ازاي بعمل مانجمنت او بعمل كنترول على كميه الادويه اللي موجوده في المؤسسه؟ الدكاتره عارفين انه المفروض ان اي مستشفى بتروحها بيديك لسته كده ويقول لك اللسته دي فيها الادويه المتعامل بها في المستشفى، ازاي انا عامله كنترول على ده؟ ازاي لما بتحصل ميديكيشن ايرور او بيحصل يعني خطا في ميديسن معين ازاي انا بتعامل معاه بيروح فين بنعمل له فلتره ازاي من ناحيه مثلا هل هي هل هي اخطاء في كتابه الوصفه الطبيه هل هي اخطاء في اعطاء الدواء هل هي اخطاء في صرف الدواء ده كل ده محتاج تحليل وزي ما الدكتور علاء بيقول هي فكره الداتا اللي بنجمعها او المعلومات اللي بنجمعها وازاي نعمل لها اناليسس او نعمل لها تحليل ونستفيد منها في التطوير هو ده المحور بتاع القصه كلها من ضمن الشابترز اللي بتقع تحت القصه دي او المريض هي طبعا اللي هو سيرجيكال كير او العنايه الجراحيه من اول ما العيد. بيروح عند الدكتور ويقول له انا عايز اعمل عملية الفلانيه ازاي موضوع الكونسنت اللي هو الاقرار الجراحي انه شرح له المفروض يشرح له ايه المفروض يقول الفوائد يقول المضاعفات ازاي المفروض انه ما يكتبش ولا يعني اللي هو ابريفيشنز ما يكتبش اي مختصر في الكونسنت دوت ما يكتبش لا العمليه بالمختصر حتى لو المختصرات دي من الحاجات المتوافق عليها في المستشفى ما ينفعش ان انا الكونسنت الجراحي ده اكتب فيه أي أي شيء مختصر ما ينفعش فده من من ضمن الحاجات فدي منظومة اللي ليها علاقة بالبشر والبيشنت نخش بقى على إمكانيات أو البنية التحتية في شابتر كده عظيم 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 اسمه فاسيلتي فت... مانجمنت أند سيفتي كل ما يخص structure فهم دول حوالي سبع بلانز حوالي سبع خطط واحده بقى ليها علاقه بالحمايه من الحريق واحده ليها علاقه باليوتيليتيز او المرافق واحده ليها علاقه بالبايوميديكال البايوميديكال ده احنا الجي إيه سي بتيجي تقول ماشيه كده يجوا انا هقول لكم طريقه السيرفيس ازاي دلوقتي آه ان مثلا حتوا الملف بتاع الماشين دي نفترض انها مثلا فنتليتور جهاز تنفس صناعي اما من احنا بقى في الكورونا وكده وربنا يعني ايه يسترها علينا جميعا ان شاء الله هاتوا لي مثلا ملف بتاع الفنتليتور ده عايز يعرف تاريخ هذا الاكويبمنت من ساعه ما دخل المؤسسه ازاي تم التدريب على هذا الجهاز وازاي آه الجهاز ده بيتعمل له او بيتعمل له الصيانه الدوريه دي قصه كبيره جدا جدا من الحاجات المهمه قوي اللي بياخدوا بالهم منها طبعا من ضمن الحاجات طبعا حكايه الميديكال ويست الميديكال ويست او النفايات الطبيه ده شيء مهم جدا جدا الغرفه بتاعه النفايات الطبيه المفروض تبقى مواصفاتها ايه؟ المفروض انها تكون يعني معموله من تايلز او معموله من سيراميك او وات المفروض ان فيها تهويه المفروض بقيس فيها درجه الحراره المفروض فيها حوض وديترجنت او حاجه اغسل بيها ايدي بالنسبه للعمال اللي بيشتغلوا فيها فالقصه كلها متكامله احنا اتكلمنا عن موضوع البشر اتكلمنا على الامكانيات او البنيه التحتيه بالنسبه بقى للنظم او العمليات اول حاجه واول سؤال بيجوا الجي سي اي, اي يسالوه في الميتنج بيقول لك هو از governing ذيس organization انتوا مين اللي حاكمكم مين اللي ماسك المؤسسه دي فده شابتر كامل اسمه governance leadership and direction اللي هو الحوكمه والقياده والتوجه انتوا ايه توجهكم ازاي ال.. ال.. ازاي الجافيرنرز دول او الناس سواء هو مدير المستشفى نائب مدير المستشفى مين اللي بيقيمه مين مين الشخص اللي بيقيمه ايه اسس التقييم ايه علاقه المؤسسه دي بالجوده كجوده إيه الـ الـ الريبورتات اللي بيرفعها قسم الجوده او بيرفعها المسؤولين عن الجوده بتعملوا بيها ايه فده من ضمن الجوفرنس برضو الاستاف كواليفيكيشن او او مؤهلات الناس مؤهلات الناس دي قصه كبيره او كل شخص عنده ملف في المؤسسه المفروض ان هو زي بيبقى موجود فيها طبعا الخبرات والحاجات دي الحاجات المهمه قوي الدورات اللي هي ليها علاقه بالانعاش القلبي الرئوي يعني الناس اللي عندهم بي ال اس اي سي اس خلص مخلص والكونتينوس ميديكال مهم قوي بقيم الناس ازاي زمان الجي سي اي كان التقييم يعني ممكن يقبله باي تقييم دلوقتي التقييم موضوعي مش عشان انا يعني علاقتي كويسه بفلان او علاقتي كويسه بالدكتوره الفلانيه فانا هديها تقييم ان شي از فيري جود او از فيري جود ولا اكسيدنج ولا الكلام ده دي نيد تو سي اوبجكتيف داتا يعني لازم يشوف الدكتور ده مثلا نسبة المضاعفات عنده قد إيه؟ دخل في مشاكل مهنية مثلاً آه ولا لأ؟ أه بتخش في ديتيلز السبيشاليتي نفسها، يعني مثلاً أه يعني من ضمن المؤشرات أفتكرها مثلاً بتوع الناس بتوع العظم اللي بيعملوا اللي هم السكوبس بتاعت الركبة وال والحاجات دي. أه البيشنت ال بيقوم بعدها إندبندنت أه يعني مش معتمد على حد، بعد قد إيه؟ بعد أسبوعين. نسبة هو عمل 100 عملية، كم عيان من ال 100 عملية دول قاموا بعد أسبوعين؟ فأنت بنحاول بقدر الامكان ندور على اوبجكتيف داتا نحكم بيها على السبيشاليتي او نحكم بيها على الفيزيشن وهنا برضو هذكر كلام قاله الدكتور بالنسبه للدكتور علاء نقطتين هي نقطه البنش ماركينج ونقطه نقطه البي فور بي او او باي فور بيرفورمنس البنش ماركينج هنا مهم قوي لان انت لازم نختار معايير تكون متعارف عليها عمليا يعني يعني عالميا يعني مثلا نسبه الانفكشن بتاعه الانفكشن ريت بعد الجراحه نسبه العدوى بعد الجراحه دي نسبه معروف عالميا مثلا هي قد ايه في في التخصص ده فانا باخد ده وبعمله بنش مارك البي فور بيرفورمانس انت يعني انت ممكن نفتح عليها ونشوف دكتور مثلا في المكان الفلاني بيشتغل في نيويورك في الحته الفلانيه ايه المعاييره او هو واخد كام او البرفورمانس بتاعه قد ايه وبالتالي سهل جدا تبنش مارك وفي حاجات كتيرة جدا منها بتبقى فري ويب سايتس وممكن نشوف منها حاجات كتيرة جداً يعني ف... فده بالنسبة للـ Staff Qualification Education وده على فكرة لا ينطبق على الأطباء بس بينطبق على و وبينطبق على اللي هم التكنيشنز أو اللي هم الفنيين يعني ودي يمكن بتبقى اصعب جدا دلوقتي ان احنا نجد مؤشرات تقيم الفنيين لان الفنيين برضو مهما كان شغلهم كله بايكوبمنتس او بماشينز فبيبقى صعب قوي ان احنا ندور على مؤشر بالفعل يقدر يحكم ادائهم. برضو من الـ من الشابترز المهمه جدا اللي هي مانجمنت اوف انفورميشن او اداره المعلومات، المعلومات دي إما معلومات مكتوبة أو معلومات رقمية أو معلومات اللي هي آه يعني اوتوميتد عن طريق السيستم. احنا يعني ايه وضعنا؟ ازاي احنا بالملفات اللي بتكتب على الكمبيوتر دي؟ ازاي احنا بنقيمها؟ ازاي بنحكم حتى موضوع الكوبي أند بيست اللي هو إن الدكتور يجي مثلا يقوم ناقل السكريبت بتاع الزيارة دي، نقله للزيارة اللي بعدها، نقله للزيارة اللي بعدها، ودي 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 موجودة أمام كل الدكاترة وحاجة عالمية. الدكاترة آه بيستخدموا كمية أبريفيشنز أو كمية مختصرات ما أنزل الله بها من سلطان وكل واحد جاي من مدرسة معينة مش كل الناس عندها نفس الابروفلز وده طبعا زي ما الدكتور علاء قال لما بتخرجوا تشتغلوا في مكان تاني بتلاقي حد واحد جاي مثلا من الهند وواحد جاي من باكستان حد جاي من مصر حد جاي من الفلبين فأنت يعني بتغرق في موضوع الابريفيشنز ازاي المؤسسة بتقنن هذه الابريفيشنز للستة معتمده ما ينفعش ان حد يخرج منها ما ينفعش ان انا يبقى عندي مثلا حد معتقد ان دي معناها كذا وحد تاني يفتكر ان دي معناها كذا باختصار كل الشباتر دي بتقع تحت الثلاث دومينز دول انا بس هذكر بالانستيتيوت اوف ميديسن او بيسموه بالعربي معهد الطب او مؤسسه الطب ان هم حاطين الدومينز او الدايمنشنز بتاعت الكواليتي تحت حاجه كده اسمها ستيب الستيب دي اللي هي اس والتي وتربل اي وبي ف اس اللي هي السيفتي ازاي اه انا احافظ على العيان وده طبعا جالي وواضح عن طريق International بيشن سيفتي جولز تايملي ازاي اقدم الخدمه في وقت اه في الوقت اللي محتاجه العيان الافكتيفنس او اللي هي الفعاليه الف يعني فعاليه الخدمه افشنسي اللي هي الكفاءه والاي الجديده اللي زودوها اللي هي الايكوتي ازاي انا احاول اكون أكويتبل في السيرفيس اللي بقدمها وهنا القصه بين النيد والديماند ان هذا الشخص يحتاج لهذه الخدمه دلوقتي لازم اقدم له الخدمه دي بغض النظر هو ديماندنج ايه او عايز ايه كلكشري انا بتكلم على نيد طبيه واخر حاجه بيشنت سنتر مهم قوي حكايه بيشنت سنتر دي ان كل عيان دلوقتي ليه يعني لازم تتعمل له بلان مختلفه عشان كده حتى لما بنقول جايد لاينز او اللي هي المرشدات دي مرشدات الطبيه في الازمه في اي يعني, يعني او اي تشخيص انا بقول ده مجرد مرشد لكن العيان ايه هيختلف عن العيان بي هيختلف عن العيان سي وهنا دي اللي هي قدره المؤسسه على انها تبقى فليكسبل وانها تقدر تطور من نفسها وتغير حسب البوبيليشن بتاعتها ده ان جنرال الجي اس اي اي يعني ازاي بس انا يعني هاخد بس ثلاث دقايق اقول لكم سير السيرفي بيكون ازاي آه يمكن في منكم يكون عاصر سيرفيز او حد لسه ما عاصرش سيرفيز انا بس هقول لكم عشان يعني يبقى التخيل واضح هو المستشفى مثلا بتبعت ابلكيشن باي ذا واي جي اكيد انتم عارفين ان هي آه يعني فولنتري يعني انا اللي ببعت المؤسسه اللي هي الجي سي اي, اي, اي واقول لهم تعالوا قيموني وده طبعا بيكون آه يعني نظير مبلغ من المال آه هم بيجوا المفروض ان هو بيقيم حجم المستشفى وبيبعت مثلا المستشفى مثلا انا فيها مثلا 200 300 سرير بيجي ثلاثه سيرفيز غالبا بيبقى طبيب وبيبقى اداري وبيبقى نيرس الثلاثه دول آه بيقسموا على نفسهم الاكتيفيتيز اللي بتحصل في السيرفي من اوائل الاكتيفيتيز يقعدوا مع الليدرشيب وزي ما بنقول دي اتسيتس ذا تون فور ذا هول سيرفي يعني هو بيسمع من الليدرز بيسمع من المدير وبيسمع من المدير الطبي ويشوف المؤسسه دي ماشيه ازاي القصه كلها هو محتاج يشوف ان السياسات والاجراءات اللي انت متبعها طبعا السياسات والاجراءات هم ليهم سياس سياسات واجراءات يعني ات شود بي ذير حوالي 300 سياسه واجراء هو عايز يشوف ان احنا بنطبق السياسات والاجراءات دي من الليدرشيب بعد كده بيبتدي حاجه اسمها تريسر يبتدي يلف بقى في المستشفى ويبتدي يتتبع عيان معين ويشوف والله راح اللاب يبقى يمشي وراه في اللاب عمل ايه في اللاب الخدمه المقدمه الكواليتي كنترول بتاع الاجهزه المؤشرات بتاعه اللاب وهكذا يعني في جميع الاقسام في بعض الانترفيوز او المقابلات اللي بتبقى سيتلد معروفة يعني اللي هي مثلا قاعدة مع الناس بتوع المانجمنت اوف او الناس اللي هم بتوع يعني ادارة المعلومات ده لازم يقعد معاهم ضمن اسئلة معينة والاسئلة دي بتبقى معروفة قاعدة تانية عشان يشوف ملفات الاطباء قاعدة تانية عشان يشوف ملفات التمريض وملفات التكنيشنز قاعدة بقى مع الـ مع الناس بتوع الكواليتي طبعا دي بتبقى قاعدة كبيرة جدا جدا بيشوفوا فيها نموذج للتحسين يشوفوا فيها نموذج للريسك ريدكشن او سميه اللي هو آه يعني آه يعني تقليل الـ 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 الاضرار او تقليل الـ الخطر زي الفيلير مود مثلا افكت اناليسز يشوفوا ازاي آه موضوع الانسيدنس مهم جدا دكتور علاء قال حكايه اللي هم ريبورتنج على الخطا موضوع الانسيدنس ده مهم قوي دي بنسميها كلتشر اوف سيفتي ثقافه آه سلامه المريض ازاي الناس عندها القدره انها تو ممرضه تقول والله انا العيان النهارده وهو قاعد على السرير وقع انا النهارده وانا بكت... بدي الدواء للعيان نسيت الدوز الفلانيه الدكتور يقول والله انا مثلا اخطات في الحاجه الفلانيه الصيدلي يقول انا صرفت الدواء الغلط دي طبعا حاجه ما بتحصلش من يوم وليله اتز بيلد اب culture في اي مؤسسه وحتى في اي وحده صحيه وعلى فكره يعني من الحاجات اللي لازم اقولها هنا انا اشتغلت في وحده صحيه في مصر فور اولموست تو ييرز كنت في كفر الشيخ اللي حابه ادقق عليه قوي قوي هنا احنا يعني استلمت الوحده الصحيه دي كنت انا وزميله ليا وكانت الوحده الصحيه دي للاسف في وضع مخزي من كل الجوانب يعني في وضع مخزي من كل الجوانب كان في بقى الكاتب الصحي بيعمل مثلا حاجات تسنين للبنات عشان الجواز كان في مشاكل في الصيدله الصيدله دي كانت عباره عن يعني يعني عباره عن مخزن كل حاجه مرميه كل حاجه فوق بعضها كان في مشاكل كبيره جدا جدا في الفاكسينيشن كان في ممرضات بياخدوا الفاكسين ويحطوه في جيبهم ويطلعوا في الحتة الريموت أنا مش بقول الكلام ده تبراج على إيه اللي اتعمل، لكن اللي أنا عايزة أقوله هنا إن في حاجات كتيرة جدا ممكن تتعمل رغم صغر المكان أو أبارنتلي إن الإمكانيات مش موجودة، دي كانت وحدة صحية عادية جدا جدا، مجرد إن إحنا ندخل الصيدلية ونبتدي نرتب الأدوية ونبتدي نحط اللي شبه بعض منفصلين عن بعض ونبتدي نعرف إيه اللي داخل وإيه اللي خارج ده في حد ذاته نوع من أنواع الجودة ونوع من أنواع يعني تتبع للمعيار، اللي عايزة أقوله هنا مش مهم أنت بتتبع معيار إيه. او انت تبع هل جي سي اي ولا حتى المعايير المصريه مش مهم دي ايه المهم يبقى عندي ريفرنس يبقى عندي مرجع اتبعه وابتدي احسن في المكان شويه شويه اللي عايز اقوله ان الوحده دي يعني اتقلبت من وحده كانت منسيه ويمكن احنا رحنا فيها على سبيل العقاب انها وحده على الطريق وان كل شويه المحافظ جاي وكل شويه مثلا هنتعاقب لكن احنا رحنا وحسننا في المكان والمكان بقى يعني مثال لوحدات كتير انا دايما بقول if there is a will there is a way دايما لما الواحد يكون عايز حاجه اكيد في طريق يوصل فلازم دايما يبقى عندنا الامل انه يعني انا عارفه انه اكيد بتحصل كتير جدا يعني كتير من الفراستريشنز وفي مؤسسات كبيره جدا ممكن الواحد يقول انا هعمل ايه ولا ايه انا هحسن ايه آه يعني هو انا ما بيساعدني محدش معايا لكن لازم يبقى في طريقه وزي ما الدكتور علاء قال يعني اكيد ما فيش حاجه ما حل بس في حيله في اسلوب في طريقه فاعتقد ان احنا يعني لو طلعنا بعد الدوره دي بفكره ان انا جه في بالي بس فكره صغيره احسنها او حاجه معينه اطورها في المكان اللي انا موجود فيه اعتقد هو ده الفاليو من وراء ان ان حضراتكم يعني قاعدين دلوقتي وبتسمعونا واتمنى ان اي حاجه تكون يعني عملت اي نوع من انواع الصدى او نوع من انواع الايفكت ان احنا ناخد الفكره دي ونطور ونحسن واكيد اكيد في آه يعني دايما سبحان الله ال ال الانسان اللي بيسعى ربنا ان شاء الله بينوله وبيدي ال 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 النتيجه لل للسعي يعني اهم حاجه ان الواحد يبقى يعني مخلص النيه ودايما نفكر فكره انا لو لو, لو حد من اهلي جاي يتعالج في هذا المكان هل اقبل بهذه الخدمه طيب انا لا اقبل بهذه الخدمه ممكن احسن ايه ممكن احسن ايه فاتمنى ان انا كنت يعني اكون اديت فكره كده عن الجي سي اي, اي, اي وانا طبعا الكونتاكت يعني ايميل او موبايل انا يعني تحت امر اي حد واكيد اكيد حضراتكم عندكم خبرات كتيره قوي قوي ان ممكن نتبادل الخبرات ونستفيد ونطور في الاماكن اللي موجودين فيها وما يبقاش ان انا يعني بروح الشغل الصبح عشان مجرد ان انا لازم اروح وان, وإن كل يوم زي التاني لانه يعني لازم يبقى في نوع من انواع الانيشيتيف في التحسين مهما كان صغير مهما كان صغير احنا يعني عملنا في المستشفى حاجات او في اي مستشفى يعني حاجات يعني ممكن التغيير يبقى لا يسقط، تغيير ان احط الصندوق هنا احط فيه السامبلز لحد ما العيان يطلع والدكتور يكتب اوردر. فالعمليه ان شاء الله نقدر نحسن ونقدر نعمل حاجه يعني ده دايما يقين باذن الله. وشكرا جزيلا دكتور علاء. دكتور شيرين يعني مش عارف اقول لك ايه يعني احنا دايما بتعلم منك صراحه وكل مره بتكلم بعرف حاجه جديده. فانا يعني عاجز جداً. عن الشكر يعني باسم كل الزملاء اللي موجودين معانا وباسمي شخصيا بشكرك يعني ميرسي جدا جدا دكتور علاء وانا بجد اتشرفت بكل الموجودين وانا يعني ايميلي موجود ويعني انليميتد سبورت يعني, يعني فور <applause> انا يعني عارف بس ما يعني احنا مش عايزين نتقل عليك يعني لكن ان شاء الله هيكون في تواصل يعني وانا شايف كتير ناس طبعا بعدين لحضرتك الشكر يمكن انت مشغول انا متابع الشات عدد كبير جدا بيشكروكي على الاضافه وعلى المعلومات <applause> وطبعا في اسئله يعني هناخد استراحه قصيره وهنجاوب عليها بس حاليا ممكن حد كان بيسال هي جي سي اي ولا جي سي اي فانا حطيت الاختصار يعني فلو حضرتك توضح الجيكو والجي سي اي بس الفرق بينهم الجيكو زي ما قلنا هي المؤسسه اللي هي في امريكا اللي هي هنقول جيكو الجوينت اسوسيشن فور Accrediting هيلث اورجانيزيشنز Accrediting هيلث اورجانيزيشن الجي سي اي اي, اي اللي هي جوينت كوميشن فور انترناشونال اكريديتيشن جوينت كوميشن فور انترناشونال اكريديتيشن هم بيسموها الترجمه العربيه اللي هي اللجنه الدوليه للاعتراف بالمستشفيات اللجنه الدوليه للاعتراف بالمستشفيات نعم طبعا بالنسبه للناس من مصر يعني الدكتور اشرف دكتور اشرف اسماعيل طبعا هو يعني ورا كل المكودات اللي بتحصل في مصر حاليا بالنسبه للمعايير المصريه لكن الدكتور اشرف اسماعيل كان هو مدير المكتب في دبي هنا الفرع بتاع دبي اللي هو يعتبر الفرع المسؤول عن الميدل ايست كلها يعني فطبعا هو راجل يعني ذو خبره كبيره و وربنا يوفقه ان شاء الله في الانيشيتيف بتاعته باذن الله تمام وبالنسبه انا بحاول ارد في نفس الوقت بحاول اتكلم بالنسبه للماتيريال يا جماعه هتكون موجوده والكونتاكت انفورميشن كلها موجوده ف يعني ما تقلقوش كل حاجه هتبقى موجوده بالنسبه لموضوع ان نعمل واتساب جروب احنا عارفين الليمت 256 اعتقد وبصراحه انا عندي تجربه سيئه جدا مع كل الجروبات انه بتتحول في الاخر الكلام في مواضيع ما تخصش الجروب وكل يوم جمعه سبعين ألف صوره بتوع جمعه مباركه ومساء الخير ومساء السعاده والحاجات دي فاذا عملنا جروب هتكون غالبا على التليجرام او على سيجنال وهندرس الموضوع وان شاء الله خلال الاسبوع ده هنقرر بالنسبه لموضوع الجروب لكن تاكدوا اذا اتعملت جروب هيتم اضافه حضراتكم فيها فما تقلقوش من الناحيه دي يعني البيانات موجوده الناس اللي سجلت كلها بياناتها موجوده وهيكون في تواصل أم. ناخد بريك ونكمل أم بعد كده ناخد بريك تلت ساعة معلش أنا امبارح قلت لكم تلت ساعة وقلت لكم نرجع إلا بس هي كان نرجع إلا عشرة يعني نرجع إلا عشرة مش إلا تلت فهناخد استراحة تلت ساعة ونرجع إلى الدكتور دكتور شرينة في مجال تفضلي معانا بقى لما نرجع علشان لو في أسئلة في الجي سي آي وكده اه لا تمام تمام انا معاك وانا ممكن ما اروحش بريك يعني. حتى احنا ممكن يعني نسهل الموضوع نخليها ربع ساعة بس نستفيد بوجود حضرتك فناخد بريك بس ربع ساعة اه نرجع تحت... الا ربع هنكون موجودين الا ربع كلنا هناخد ندي شوية اسئلة للدكتورة شيرين وبعدين نكمل مع المهندس علاء في موضوع الارتفيشال انتليجنس كل اللي بتعملوه بس اعملوا ميوت واقفلوا الكاميرا وهسيب الزوم مفتوح علشان ما نطلعش وندخل تاني فلو حد هيمشي سيبه مفتوح، ما تعملش ساين اوت علشان ما يبقاش في مشكلة في الدخول مرة تانية. خليه مفتوح وخدوا بريك. شكرا لحضراتكم، والمجموعة اللي على اليوتيوب هنفصل وبعدين هنرجع تاني في الجلسة اللي جاية، واللي حابب ينضم للزوم من اللي موجودين على اليوتيوب في أماكن ما زالت موجودة يعني. شكرا لحضراتكم.